يقول الأعشى في مطلع معلقته: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ غراء فرعاء مسقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة، لا ريث ولا عجل. تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل. ليست كمن يكره الجيران طلعتها، ولا تراها لسر الجار تختتل، يكاد يصرعها لولا تشددها، إذا تقوم إلى جاراتها الكسل. ملء الوشاح وصفر الدرع بهكنة، إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل. صدت هريرة عنا ما تكلمنا، جهلا بأم خليد حبل من تصل. أأن رأت رجلا أعشى أضر به، ريب المنون ودهر مفند خبل. نعم الضجيع غداة الدجن يصرعها، للذة المرء لا جاف ولا تفل.